عندنا فعالية الهايكينج واليوغا للسنة الثانية على التوالي، نفعلها في جبل قارة الأحساء، تعزيزا لأهمية الرياضة بالوقاية عن سرطان الثدي. الحمد لله معنا جهات مساندة كثيرة داعمة لزهرة وللحملة، وحملتنا هالسنة بعنوان النتيجة خير. بكل الأحوال إن شاء الله أنه تكون النتيجة خير بإذن الله. الفعاليات جدا جميلة، هايكينج، يوغا، جلسات تنفس، الجو العام للجبل والحضور والزوار جدا جميل. ومعلم تاريخي ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في مدينة الأحساء. جيت هنا أنا طبعاً لجبل القارة لفعالية التي أقامتها الجمعية، جمعية زهرة لسرطان الثدي. كذلك كان في يعني فقرات جميلة، جلسات حوارية، عروض حية، عزف حي، كذلك هايكينج، كذلك اليوغا وجلسات تنفس. فكان صراحة تجربة مميزة وفريدة، خاصة أن جبل القارة يرتاده الكثير من الزوار. كنت أحد المشاركين في هذا الهايكينج، صراحة شعور جدا جميل، خصوصا لما أنت تشوف نظرة المشارك، الشخص اللي يجي يجرب الهايكينج وكيف شعوره بعد ما يخلص من هذه التجربة، كيف هو مبسوط. هنا احنا كمرشدين هذه لحظتنا في ان احنا نفرح في هذا الشيء. الانسان لازم دائما على قولتهم يطلع من منطقة الراحة حقته، فكان مرة ممتع انك تشوف اشخاص صغار في العمر يجربون شيء مغاير، شيء جديد دخل علينا في المملكة ومرة انبسطوا فيه.